تعالوا نشوف تقرير عن استعداد المقاولين الأخيرة وترتيبات عماد النحاس للموسم الجديد وطموحاتهم. هل أفضل من الموسم اللي فات اللي حققوا فيه المركز الخامس، ولا القصة هتمشي إزاي؟ خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. كابتن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولين العرب، طبعا برحب بحضرتك على شاشه تايم سبورتس. يمكن كابتن عماد حصوله مع نادي المقاولين العرب على المركز الخامس لاول مره في تاريخ نادي المقاولين من اكثر من حوالي 15 او 20 سنه. بالتاكيد كابتن عماد ده ما كانش يعني وليد اللحظه، ده كان شغل سنين تكلل بالنجاح مع نادي المقاولين، وايضا ترشح كابتن عماد النحاس للقياده الفنيه لمنتخب مصر. طبعا انا بشكرك وبرحب بيك وطبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على الموسم اللي فات واللي احنا قدرنا نقدمه من كوره، وسواء ان احنا حققنا مركز كان طموحنا اعلى، كان طموحنا المركز الرابع ان احنا نلعب نكون موجودين في افريقيا، كان طموحنا ان احنا نكون موجودين حتى على الاقل في البطوله العربيه، لكن ما حلفناش الحظ والتوفيق. لكن انا بقول على البدايه والنهايه، يعني البدايه كانت صعبه لنادي المقاولين، لكن الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا نعمل حاجه تلي باسم النادي. وجودنا في المركز الخامس، وده يمكن اتكلمنا فيه اثناء المؤتمر، ان انت بتفكر بتنافس مع 14 نادي كمان، يعني احنا 15 نادي بينافس على المركز الرابع عشان يلعب في افريقيا. طموح طبعا الفرق الكبيره، شفنا فرق كبيره الموسم اللي فات لغايه اخر الاسابيع بتنافس على البقاء، ما اظنش السنه دي هيكون عندها نفس الهدوء ده، ما اظنش ان الفرق السنه دي هيكون عندهم يعني بعض من التقصير. موسم السنة ده هيكون أصعب، المنافسة هتكون أصعب، أتمنى إن شاء الله التوفيق لفريقنا ونكون على قد المسؤولية ونكون عند حسن الظن إن شاء الله. الحمد لله عملنا فترة إعداد كويسة جدا، تدعيمات الحمد لله برضو كويسة جدا بالنسبة لنا، ظهورهم بس إن شاء الله هو المستنيين منهم الظهور المثالي إن شاء الله، يتأخر معانا في أوائل الأسابيع بس بعض اللعيبة اللي جات لنا متأخر، ولكن بنجتهد معهم من خلال التمرين ان احنا نجهزهم فاره فرصه ان شاء الله يكونوا متواجدين معانا. عندنا اضافات السنه دي الحمد لله، اضافات كويسه، 10 صفقات الحمد لله يعملوا نقله باذن الله للنادي ويساعدوا بقى القوام الاساسي اللي كان موجود من السنه اللي فاتت. مش حابب ان انا اقول ان احنا علينا ضغوط ان انت المركز الرابع، احنا شفنا الموسم اللي فات احنا كنا بعيد جدا وكنا في اخر الدوري وبعدين هنا خامس، وكان في وقت كنا موجودين في المركز الرابع، فالكوره دايما بتعتمد على يعني مش هقول كل الظروف، لكن رقم واحد هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. احنا انت بتشتغل وبتجتهد والنتيجه دايما انت بتسيبها لتوفيق ربنا ثم اجتهادك، وان انت بتاخد بالاسباب، واتمنى نكون على قد المسؤوليه زي الموسم اللي فات ان شاء الله. كابتن عماد، يعني في الفتره الاخيره لما فايلر تولى الناس قعدت تقول يعني بما ان انت هتدي المدرب شاب، كان عندك كابتن عماد النحاس، كابتن علي ماهر، هل شايف ان دي هتحط ضغوطات على فايلر، خصوصا ان هو السي في مش السي في طبعا، يعني يمكن مستر مانويل جوزيه لما تولى القياده الفنيه نادي الاهلي ما كانش عنده نفس السي في، ولكن كان حظى بدعم الجماهير ودعم مجلس اداره، وبقى مانويل جوزيه مع النادي الاهلي وحقق تاريخ كبير. كابتن عماد شايف الموضوع ده ازاي؟ شايف ان في جهاز فني اجنبي موجود في النادي الاهلي بغض النظر عن الاسم والسي في والتاريخ، انت تحكم على كل ده، انت ممكن تجيب اعظم مدير فني وما يعملش حاجه، وممكن زي ما انت بتقول كده ان الناس بتقول ان السي في بتاع الراجل مش قوي، لكن ممكن يكون مدرب كويس جدا، وده اللي هيبان دايما بالنتائج والمباريات. يعني احنا بنحكم على الحاجات من خلال الورق، لكن انا نحكم على المدرب من خلال الواقع اكتر. يعني